نقول لكم دائما البنات ما يمكنش تجيو الاكسيون وما تلقاوش الجديد. اليوم اختي كنلقى هاد لي بلا هادو زوينين، فيهم دو بلا البنات. هاد لا مارك قويه راه جايبين هاد الايامات في اكسيون وبثمن اللي هو رخيص. هذا اختي كاين هاد البلا هذا ديال لي كيك ولا ديال لا جينواز، وهذا اختي ديال لي طارت. البنات هذا راه كيتحل وكيتزاد، وشوفوا لي اختي الطابع ديالو غير ب 7 اورو و95. هي ديالتي من اكسيون اليوم، جيت اختي على قبل هادو كنبغي ندير بهم لي كول ديال البنات باش نصيفطهم للناس، وعلى صحت قبل السكوتش. وشوفوا اختكم اسماء فين ولات اختي، هادشي كامل كاع ما معول عليه. اخيرا جابوها هاد لاكريم هادي اللي كانت مقطوعه البنات في اكسيون، فين ما كنجي ما كنلقاهاش. البنات اللي متبعينها ها هي اختي جابوها، هادي اختي راه زوينه زوينه، ويعني شكروا فيها الناس وعاودوا ما كتبقاش فاش كيحطوها ما كتبقاش، كانت نايضة على واحد الدرجه كبيره. هذه اختي راه كريم دو جور انوي، يعني كديريها ديال النهار وديال الليل، كتوحد لك اللون ديال الوجه. وكانت مستعملها الاخت ديالي وكتبارطاجيتها معكم، بزاف البنات يشكروها ليا، ولكن اختي ننصحك عليها هي المداومه. بقيت ديال رمضان كنستعملوا بزاف لي صوص، كنبغيو نعمروا هكا يعني خبيزات اي حاجه لي ساندويتش. البنات هنايا في اكسيون راه كل شيء البنات راهم حلال، كلهم حلال، اي صوص بغيتي راها اختي حلال. هانتي اختي كلهم حلال البنات، وبالثمن اللي هو رخيص بارابور بلايص اخرى. بزاف البنات اللي ما كانوش عارفينها كاينه هنايا، هذه اختي راه بودور الشيا اللي كتقلب عليها هي اختي في اكسيون، كتبارطاجيتها معكم وبزاف الاخوات اللي شكروني عليها. ها هي اختي دايرين ليها الثمن غير رخيص، هذه راه صحيه البنات، ديروا بها هكا خبيزات كريسات اي حاجه. ها هي اختي كاينه اليوم في اكسيون. اهلا وسهلا الاخوات، كديري لاباس عليكم، اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جاتكم الاكسيون البنات، غادي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي واعره ولاول مره كنلقاها انا في اكسيون. هانتوما السيده يلاه كتحط في السلعه، هانتوما البنات يلاه كيحطوا في السلعه اختي، واحد الجديد البنات واعر واعر واعر. وبغيتكم كاملين اختي تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وديروا لي اختي لي جيم لايك لايك، الله يسهل عليكم في هذه العواشر هذه، وان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا. البنات اول حاجه غندير لكم بها على بركه الله هما هاد القريعات هادو ديال سباكيتي. بعد مرات كنجيبوا سباكيتي يعني كنخليوها في هذاك اللومبالاج ديالها، في هذيك الساشي ديالها، يعني عرفتوا راه بعد مرات الا صافي طاحت لك في الارض وتهرست لك عرفتي راه الجمع يجمعها لك. اليوم اختي جايب لكم اكسيون هاد القريعات هادو زوينين البنات، كانوا جايبين واحد الموديل اخر، اليوم اختي كنلقى هادو. وشوفوا البنات مني كيتسدوا السده ديالهم ما كيتحلوا ما والو، كانوا جابوا واحد المره كسبارطاجيتو معكم يعني القرعه، ومن بعد كتسدها غير بحال هكا نورمال. هادي لا، هادي شوفوا البنات ها انتم السده ديالها يعني لا تسدت لكم صافي ما تبقاش تحل، يعني غير بالسوستيك شي باش تحل لك اختي. ديال الزاجه البنات 3 اورو و99. البنات ما كرهتكمش اختي، ديروا اللايك اللايك اللايك. عرفتوا كندير لكم هاد الايامات الفيديوهات، والله البنات الا كندير معكم مجهود كبير ولكن ما كاينش التفاعل مع الفيديوهات. ايوا اختي نتمنى ديروا واحد اللايك بارطاج، فضلا وليس امرا الله يخطيكم. هادو البنات ديال الزاج، هاد القريعات هادو راه ديال الزاج 3 اورو و99، كيهزوا لكم ايترو و 400. فهمتوا البنات يعني كيلو 400 ماشي ايترو، كيلو 400 ايترو 400، يعني بغيتو ديروا فيهم هكا حتى الشيء ديال السوائل تقدروا ديروهم. هانتي اختي الجديد، شوفي لي اختي الجديد راه تجي. شوفوا اختكم اسماء جات لكم غير الحاجه الزوينه، غادي نشارك معكم بزاف الحوايج اللي زوينين ماشي غير حاجه. مول البنات هادو 3 ديال الكيسان ديال لي بواسون، كيجيو 3 بياس ب2 اورو و89. 3 هما البنات فيهم هادو راه كبار يعني ماشي صغار، ديال لي بواسون 3 بهذا الثمن راه فريمون الثمن رخيص اختي. جايب لكم هاد لي طاس هادو البنات من جديد، هادو اول مره تلقى هاد الموديل هذا 79 سنتيم هاد الموديل هذا، وكاين هذا ب 1 اورو 59، وكاين هذا اللي كنت بارطاجيت معكم هذا راه ديري فوق الغاز، هو اللي اختي نافعني دابا ملي كنبغي ندير اختي قهوه ديالتي كنسخنها اختي فوق الغاز الحليب، يعني ما كيبقى عليه حتى شي حاجه. شد الناس بالنسبه لهنا يجيب لكم هاد الكيسان هادو كيجيو ملونين فيهم اللوينات، فيهم هاد الثلاثه يعني 3 ديال الكيسان ب2 اورو 99، 2 اورو 99. وهنايا البنات هاد اللي بارطاجيت معكم ديال سباكيتي غير مع حداهم كاينين هادو ديال القطنيات، هادو البنات ديال القطنيات ترقدي فيهم الحامض السيترون الزيتون اي حاجه بغيتي ترقدي فيهم كترقدي فيهم، علاش كيتسدوا هكا ما كيخرجش منهم الهواء نهائيا ولا كيدخل لهم الهواء. 5 اورو و95 كيهزوا لكم 3 لتر. انا اختي غير في البلاصه ديال الاواني، شوفوا البنات شنو كنلقى، كنلقى هاد لي بلا هادو زوينين، هاد لا مارك رويال، يعني كنت بارطاجيت معكم شحال من بلا حطوه هنايا، ولكن هادو اول مره تلقى هاد الموديل هذا البنات. هذا اختي كيجي بلا كيجي هذا ديال لي كيك، هذا البنات كيتحل، شوفوا ليا كيتحل هنا، وشوفوا لا مارك رويال راه مكتوبه هنايا، هاد لا مارك رويال ولاو كيجيبوا هاد الايامات اكسيون، وبالثمن اللي هو رخيص، يعني في الانترنيت راه كتباع غاليه.
هذه البنات راه كتباع غاليه سوغ انترنيت. وهنا يا اختي اكسيون جاب لكم ثمن رخيص، يعني فيها هذا ديال لي طارت شو كديروا بهم لي طارت، وهذا اختي كديروا هكا لي كيك ولا لا جينواز بحال هكا ديروا لا جينواز، يعني كيتحل الشربنات كيتحل على هذا الشكل هذا. كانت واحد الاخت سولاتني قالت لي اختي اسماء بغيت هذيك اللي كتمعس هكا البطاطا، ها هي اختي اللي كتمعس لك البطاطا هذه، ملي هذه ديال سبيسيال ديال البطاطا، يعني كتمعسي بها دير لها غير اورو و69. هنايا في اكسيون البنات، ها انتم راه اخيرا جابوا لكم اختي هذا المقلات هذو اللي بزاف البنات اللي تيقلبوا عليهم، هذو اللي كانوا عجبوكم لا مارك رويال 19 اورو 95، 19.95 هاي اختي جابوها لكم اليوم. هذه راه زوينه البنات عرفتوا بساله حق ما عرفتش كيفاش ندير تنحلها، ها هي اختي بالغطا ديالها غير ب 19 اورو و99، هاهي عاودوا جابوها. الثمن ديالها راه فريمون رخيص. البنات كاينين عاوتاني هادو زوينين ثلاثه، راه كنت فرجيتو معكم المره اللي فاتت ثلاثه، كيجيو بحال هكا يعني بحال هكا ما تبقاوش تحركوا ديال الحديد، هادو راه مزيانين 4 اورو 95. واحد الاخت دخلت عندي هذا الانستغرام وشكراتني قالت لي اختي اسماء شكرا شكرا على هذا الهاشوار، قالت لي مشيت لليدل وما لقيتهاش، ومشيت اختي قالت لي ملي شتك بارطاجيتها في اكسيون مشيت خديتها ديال رجوج الريوس، هذه زوينه بالنسبه لهكا الربيع، القزبر المعدنوس البصله اي حاجه حتى الفلفله البنات نفعتني صراحه في الفلفله، الفلفله كتبقاي تقطعي وهذا هذه كطيح لك الفلفله زوينه البنات. وهنا يا اختي بون هذه راكينه فيها جوج طريوس البنات، فيها البيض وفيها الكحل، الثمن ديالها 17 اورو لا ماشي 17 اورو لا اختي ماشي 17 اورو، الثمن ديالها اختي الهاشواخ راه ديري ليها البنات غير بشي 13 اورو شي حاجه ماشي 17 اورو. هادو اختي هاد لي بلا هادو حاطينهم هادو لي مول ديال لي كيك ولا هذا حاطينهم حق مخربقين حيت يلاه كيحطوا في السلعه، خصهم اسماء جات الصباح بكري هما اختي يلاه كيحطوا في السلعه. هنايا كاين هادشي ديال لي سيت دو طابل، هانتوما البنات هادو 99 سنتيم هاد لي سيت دو طابل، كاين هاد الموديل هذا، كاين بزاف ديال لي موديل هادو كيجيو بحال شكل اوفال زوينين هما اختي، السربيتات كلشي هاد الفوطات هادو البنات السربيتات ديال الكوزينه زوينين. كاين عاوتاني هاد لي سيت دو طابل عندهم داكشي زوين البنات هنا في اكسيون وبثمن اللي يعني فريمون رخيص. جابو لكم هاد الكيسان هادو فيهم الغوز والكحل والابيض هما اختي اللي بغاتهم 4 اورو و99 1.99. جيبي لي هاد الطباسل هادو ديال البيتزا، ملي كتكوني دايره بيتزا كبيره يعني كتبغي بحال هكا هاد لي لي زاسيات هادو 2 اورو و99. بعض المرات هادوك الطباسل العاديين ما تيهزوش ليكم بيتزا فهمتوا البنات. البنات بغيت نشارك معكم واحد الكريم، كريم زوينه البنات اللي متبعيني شحال هادي راه كنت شادته معكم عرفتوا شحال ما جابوها هنايا في اكسيون، كانت البنات مقطوعه الاخوات اللي متبعينها ها هي واخيرا جابوها لكم. هذه البنات راه الا تبعتيها راه زوينه كتبيض لك الوجه وغزاله، يعني كانت مستعملها الاخت ديالي وكنت قلتها لكم البنات راه شي حاجه زوينه، يعني خصكم تتبعوا المداومه البنات المداومه، يعني الا بغيتوا شي حاجه تعطيكم نتيجه زوينه خصكم المداومه. هذه راه كانوا قاطعين البنات ملي كنت كنجي ما كنتش كنلقاها، واليوم اختي لقيتها 95% دوريجين ناتشورال، يعني راه ما فيها حتى شي حاجه خايبه اللي غتخافوا منها. جربي اختي ما خاص انت ما خاص راه والو جربي، صدقت لك الحاجه هي هذيك تبارك الله، ما صدقتش لك حبسيها فهمتوا، يعني توت سويت حبسوا. هاد القريعات زوينين عجبني هاد الشكل هكا بونبونيه بحال هكا ديروا فيها لي بونبون ديروا فيها اي حاجه 2 اورو 99. ها اختي راه ما كنبارطاجيش معاك السطوله، ها اختي السطوله ديال الحمام اللي بغات اختي تمشي للحمام اختي تجي تاخذ ليا السطوله 1.99 1.99. هذا البنات 1.79 هذا السطل 1.79، يعني السطوله راه ما عندهمش غاليين. باينيو خويتي ها هي باينيو دير ليها ماتش 1.49 هذا البانيو يا اختي كلشي راه كاين. هادو البنات هما اللي كنت غلفت بهم انايا الكوزينه بحال هكا اللي كنتو تغلفوا هكا لي بلاكار باش ما يخسروش ليكم، كيجيو ترونسبارون زوينين 2 اورو 79 هما هنايا هما اللي كنت بارطاجيت معكم مغلفه بهم انا الكوزينه. كاين هادو الجليدات ديال الحمام 1 اورو 58 طابي ديال الحمام فريمون الثمن ديالو رخيص اختي. هذا لا هذا ديري 3 اورو 62 ها هو اختي هذا اللي ديري ليه 2 اورو 58 وليت نخرج ندخل في الهضره يا اختي ما عرفتش مالي غلب عليا رمضان، لا لا اختي غلب عليا انا قبل يغلب عليا هو. بون البنات راه كلشي اختي كاين هنايا في اكسيون هانتوما اختي اي حاجه الشيفونات البنات الشيفونات كلشي هادو يعني هادشي راه ما تنبارطاجيش معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، ولكن كاين الناس اللي كيكونوا انتيريسي بهادشي يعني راه اي حاجه بغيتوها كتلقاوها في اكسيون. بالنسبه لي برودوي انا كنت كنستعمل شحال هذه البنات كنت كنستعمل هذا الكوزينه ليدام، هذا ديال ليدام كيحيد لكم ليدام بالنسبه لهاد الوقيته ديال مع رمضان وهذا كنبغيو نديرو به يعني 3 اورو و28 البنات. هذا ديال الحمام شتو هذا ديال الحمام
البنات بغيت نبارطاجي معكم هذه اول مره تلقاها هنايا في اكسيون، داير ليها 12 اورو 99. هذه اللي كتبغي بحال هكا تصور ولا هكا يعني فهمتوا البنات كدير الاضاءه 12 اورو 95. هذه شتو هاي اختي لقيتها اليوم في اكسيون، وباش زوينه فيها يعني العصا كتزاد كتطلع وكتهود فهمتوا، كتزاد وكتنقص. بغيتو تطلعوها طلعوها بغيتو، وفيها لاد كتديروا يعني الضو اللي بغيتو. هادو كنستعملوهم يعني الناس اللي كيصوروا فهمتوا، اللي كيديروا لي لايف كيصوروا كيستعملوهم بزاف. شوفوا البنات راه كلشي كاين في اكسيون هنايا، شوفوا هادو باش كتلصقوا هكا. هنايا البنات غادي نبارطاجي معكم في هاد الجهه هادي، في هاد الغيون هذا كيكون فيه هادشي ديال المواد الغذائيه. وفاش كنت بارطاجيت معكم البنات بودور الشيا كانوا بزاف الاخوات اللي شكروني وقالوا لي اسماء عافاك مره بارطاجي معنا هادشي ديال المواد الغذائيه يعني باش حنا نستافدو ما نبقاوش اختي غير الماعن هذا. راه واخا بديت لكم بالماعن البنات انا غنشارك معكم هادشي هنايا في اكسيون، راه كاين كلشي البنات في اكسيون يعني اي حاجه بغيتوها كتلقاوها. بالنسبه بزاف البنات اللي كانوا شكروني على هاد بودور شيا، واحد الاخت قالت لي اختي اسماء ما كنتش عارفه كاينه هنايا وكنت كنقلب عليها. بودور شيا البنات ها هي اختي، هادي راه الثمن ديالها رخيص، ديريها في خبيزات ديريها في كريسات يعني زوينه. اورو 69 البنات، هادي 1.69 دير ليها اورو 69 يعني الثمن ديالها راه فريمون ما غاليش. هنايا اختي ندير لكم هذا البنان يابس يعني هذا البنان البنات يكون جاف اورو 19 انغو 19 يعني كما قلت لكم راه اي حاجه بغيتوها كتلقاوها. بالنسبه لهنايا البنات هذه لاباطا لاباطا سوكر، هذه لاباطا سوكر قراي اختي هنايا واش حلال ولا ماشي حلال، ما نقدرش نقول لك واش حلال ولا ماشي حلال باش ما تقولوش راه اسماء ولا هذا. قراي اختي هنا وشوفي هنا راه ما كاتبين حتى شي حاجه البنات، زيدوا قراو وزيدوا شوفوا راه كاينه ديال غوز وكاينه البلو وكاينه الغوج. هاي بالنسبه لهنا كاين هادو لي كويغ اللي كنت بارطاجيت معكم زوينين، هادو اختي تاكلي بهم هكا هما البنات، هادو راه مهرسين 99 سنتيم تاكلي بهم بحال هكا الديسير ديالك وتاكلي من بعد اختي هذيك الكويغ يعني الكويغ اختي ما تغسلي ما قالك لا غسلي لا حتى شي حاجه. هاي اختي هنايا البنات كاينه هاد القريعات ديال النوتيلا كنحطو بحال هكا البغرير ولا نسمن ولا هذا كنحطوها الوسط. هاي اختي قريعه صغيره 78 سنتيم. عاد هنايا هاد المشمش هذا اليابس التمر كلشي البنات عندهم هنا في اكسيون، التمر المشمش كلشي. هذا المشمش يابس دير ليه 9 لا هاي ابغيكو ديري ليها البنات اورو 79 هذا، والتمر ديري لي اورو 19. كاين هاد لي كاطو هادو كيكونوا يعني عي كتجيو صافي كتخلطي كيكونوا هادو لي كاك كيكونوا بحال هكا يعني في لي ساشي اورو 95 وانتي كتجي كتلحكي كتخلطي. عندهم اللوز البنات بالنسبه للزيت كلشي كلشي لي صوص لي صوص راه حلال البنات راه كلهم لي صوص حلال. هذا اورو 99 كاين هذا لاصوص ديال الثومه، كاين هذا الحار شتو البنات هذا حتى هو الحار هذا ديال البصله شتو جوج اورو 49. انا داري معكم اختي واحد المجهود كبير اختي غير ما تنساوش ليا واحد اللايك لايك اختي. هذا البنات شنو هو هذا هادو لي بات هادو لي بات حاطينهم هنايا يعني كتزيدي كطيبيهم غير واحد دير لكم يمكن شي 5 ديال الدقائق 7 ديال الدقائق. هاي البنات كطيبوها 7 ديال الدقائق صافي وكتكون واجده 99 سنتيم. هنايا الزيوت البنات هذا راه الزيت ديال الثومه راه قلتها لكم انا راه تنشقق به الشعر ديالي، هذا زوين ديال الثومه خذوه وزيدوا عليه الثومه العاديه راه زوين زيدوا عليه نتوما الثومه. انا زدت عليه الثومه وليت كنشقق به الشعر ديالي وديريه حتى في الطياب يعني بحال هكا من بعد المرات ما تكونش عندك الثومه كديري هذا راه الزيت مخلط بالثومه ما فيه حتى شي حاجه خايبه فيه غير الزيت والثومه. 2.69 دابا الثمن ديالو. هنايا جبتكم هاد الجهه هادي ديال البيجامات البيجامات البنات هاي اختي كاين هادو بالشورت راه عندهم كلشي هنا في اكسيون راه هادشي ما كنصورش لكم. هانتوما كاين هادي كتجي ان بياس هادي هنايا اختي هادو البنات ما عرفتش الثمن ديالهم ما لقيتوش. هادي بحال اللي خديت انا زوينه البنات 5.99 كانوا خديتها ب 4.99 كانوا دايرين فيها لا بروموسيون. بالنسبه لهنايا لي سليب عندهم لي كيلوت عندهم هكا لي بوكسور تاع الرجال هما البنات شتو ديري 4.79. هنايا اختي غادي نبارطاجي معكم هاد لي اوز دو كويت البنات زوينين انا كنت واخدهم من هنا من الاكسيون شحال من عام والله البنات الا كانوا صدقوا لي زوينين حتى قصتهم صافي حتى رميتهم. هادو ديال دو بلاص زوينين كاليتي زوينه كاين هادو وكاين هاد اللوين هذا حتى هو عجبني الثمن ديالهم ديري ليهم
هادو دايرين 19.95 وهادو دايرين 11.95 حيت ماشي كاليتي بحال بحال. انا هذه الكاليتي ما عجبتنيش، هادو هما اللي عجبوني البنات، هما اللي زوينين. وكاينين ديال بلاصه، كاينين ديال ان بلاص، خشوهم نتوما ديال ان بلاص زعما تيبقاو عندهم كاع كيطيروا ديال ان بلاص، زوينين ديال ان بلاص. ها هما 13.95. هنايا البنات صافي كملت، بارطاجيت معكم شنو كاين. ضروري ملي كتخصني شي حاجه يعني كنتقداها. انا بصراحه جيت على قبل سكوتش، بغيت سكوتش باش نصايب بها لي كولي، وعلى هذا كندير بيه لي كولي البنات، كنصايب بيه لي كولي زوين صراحه باش ما يتخسروش ليا، سيرتو لي بيجو، يعني لي بيجو باش ما يتهرسوش كنغلفهم بهذا. هادو هما المشتريات ديالي. شوف الناس، خديت هادو لي كوم، هادو هادي لا كوم ديال الوليدات هكا باش سميتو 49 سنتيم، زوينه الشكل ديالها لا فاكسيون. فوالا هادشي اللي خديت. نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تبقاوش عارفكم اسماء، لايك لايك البنات وبارطاج، تشجعوني بالرايك ديالكم، وان شاء الله ما غيكون غير الجديد ان شاء الله باذن الله.